انجح في حياتك. مرحبا بكم جميعا. هو من ضمن قائمة 30 أصغر من 30، هذه قائمة عالمية معروفة لمجلة فوربس الشهيرة اللي تحط كل عام أنهم أبرز 30 شاب في العالم العربي في مختلف المجالات. ضيفي تم اختياره كواحد من 3 توانسة في القائمة، وفما علاش 7 سنين التالي أسس شركة متاع ألعاب فيديو بعد ما باع في الأيامات الأولى بما قيمته 4 دينارات، الشيء اللي كان باش يخليه يبطل العملة اللي عملها في روحه، باش يوصل اليوم يبيع ستارتاب اللي أسسها جالكتيك بقرابة 50 مليار توانسة أو 15 مليون دينار. قصة متاع هذه المسيرة متاع هذا التطور متاع كيفاش بدأ، شنو عمل، شنو مازال ناوي يعمل، ولد 27 سنة، فرحان ياسر باستقبال حسام عيزة مؤسس جالكتيك. مرحبا بك حسام. عايش حمزة. شنو أحوالك من آخر مرة تقابلنا؟ توعنا 3 سنين تقريبا. صباح الحمد لله لاباس، برشا حاجات صاروا، تطورات صاروا. حسام مبروك جالكتيك، مبروك أنه موجود اسمك ضمن قائمة 30، أقل من 30، قائمة شهيرة لمجلة فوربس. حبيت نبدأ لأنه اللي ما سمعش حوارنا متاع 3 سنين التالي نحب نحكي له على الخطوط العريضة على الأقل. وحبيتك باش نوصلوا لقصة جالكتيك وقصة بيع جالكتيك وقصة ما بعد جالكتيك. كما نحبك من الأول ترجع بينا لحكاية 4000، خاطر بقات في بالي حكاية 4000 وقت اللي حكيت لنا في الحوار السابق كيفاش وقت اللي حبيت تعمل والمشاكل اللي لقيتها وكذا، وأول ما بديت وكنت تصور أنت تحط اللعبة وميزاب فلوس باش تحل قدامك وتخدم 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 وتجي وتشوف وش عملت، وفي جمعتين يظهر لي خدمة تلقاها بعته ب4000. كيفاش الحكاية هذه كانت؟ هي أنا كل مرة نقعد نرجع نتفكرها، كل ما حتى نتقابل مع ديجون أخرين كي دماغ في الدومين متاع الجيمينج نقاهم عندهم نفس الفكرة اللي كانت موجودة عندي أنا أول ما بديت. الفكرة وقتها كي أول ما أسست جالكتيك كانت الانسبيراسيون بتاعي هي فلابي بيرد، اللعبة اللي عرفوها برشا ناس في 2015-2016، وكنت نتفكر فما ارتيكل اللي يحكي عليها كيفاش تعمل في 50,000 يورو بار جو. قلت انا كهو شنو ما عامل جو نخدمها في ساعتين هذيك، قلت خلي نحط نمشي نلوج على راس مال نبدا به، وتوفقت اني لميت راس مال في الوقت هذاك 30 مليون. وعدت الناس الكل قلت لهم اتهني وراهو معناها فلوسكم مش ترجع وميزيب وفلوس مش يتحل. قلت لهم اول ما راني مش نهبط الجو منا سيبون لكم وداع الوداع للفقر. يا اخي اللي صار اللي عدينا 6 شهور صرفنا الفلوس الكل، قعدنا بنفس الكونفيكسيون بنفس الايمان وحاسيلو فيلم هوليود في 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 مخي متاع سيبون كيفاش لانسي باش نولي ملياردير. اي بيان ايفيدامون بعد الخدمه هذيك الكل عملنا جو تري سمباتيك، هبطنا في ستور وقعدت نستنى باش نعد فلوسي. فهمتني يا اخي؟ انا استنيت والفلوس ما جاتش. وقتها نتفكر الدرجه مش في بالنا اللي راهو اي ولا البيلينغ نتاعنا مش قاعد يخدم. لين جاء اول واحد جاي شرى من عندنا اللحظه هذه يرحم والديه، معناها سيتي 1.30 وقتها في الايبوك، 4000 فرنك، من با حتى خذيناهم الكل، معناها ستور ياخذ 30%، معناها خذينا اقل من 3000 فرنك من الحكايه. هذيك سيتي الشوك اللي اون كيلكو سورت فيقني اللي راهي البيزنس اون جينيرال سي با اوسي سامبل كو سا. وي وخليك تتعلم حاجه ماذا بيا من بعد تحكيها لنا وتحكي لنا تجربتك فيها حسام، يظهر لي خليك تتعلم كيفاش تحدد ما يريده السوق، كيفاش تتعامل مع السوق كي يبدا عندك بزنس، انك لا تتعامل فقط على اساس نفحه نتاع حاجه انت شفتها وظهر لك الاخر عملها، دونك انت تنجم تعملها وتعمل كيفه حكايه اللعبه، ولكن ربما انه راه يلزمك تعرف السوق اكثر شويه من هذا. هذا توجيهه.
حسام عيزة نرجعوا قائل تالي شوية. أنت مزت صغير شاب 27 سنة، ولكن أرجع لكم للبدايات، كيف كانت البدايات؟ من هو حسام؟ شنو قرأ؟ شنو عمل في حياته قبل أن يدخل إلى عالم بعث المشاريع؟ أنا الحقيقة عملت كارير غادي من ديفيرسيفي قبل حتى ما نوصل 18 سنة. أيوة. قبل كنت ناشط برشا في مجلس بلدي للأطفال قبل ما تفكر. كانت أول معترك متاع نيغوسياسيون في حياتي. أول مرة ندخل في مجلس بلدي للأطفال طلعت رئيس. اجي نيغوسي نيتي باش نولي رئيس. من بعد من هذيك طلعت في برلمان الطفل باغ إليكسيون، طلعت بإجماع الأصوات. وكي مشيت لبرلمان الطفل كيف كيف طلعت رئيس برلمان الطفل. دونك كانت عندي اون كيكو سورت، كنت نحب برشا اني نكون في موقع يسمح لي اني نكون عندي قدره اني نغير حاجه. معناها كان بالنسبه لي حتى اذا كان انا موجود في بوست، حتى ولو انه في عينين بعض الناس كان بوست سوري في الوقت هذاك، كنت نحب برشا اني نكون في اقرب موقع ممكن يسمح لي اني نوصل معلومه ولا نوصل حاجه. وقت اللي طلعت رئيس برلمان طفل نتفكر اول مره كانت عندي اون انتراكسيون مع اعضاء حكومه وقت. دونك لاج دو قداش عمري 14 سنه اول ما قابلت كتب دوله ووزير التعليم وقتها في الوقت هذاك كل شيء، وانك تتناقش معاهم في مسائل وانك توريهم حاجات كيما هكاك سمحت لي اون كيكو سورت اني كي نقعد في اجتماع نقدر اهميه ولا البوتنسيال اللي نجم يخرج من الاجتماع هذاك، ولا البوتنسيال اللي نجم يخرج من البوزيشن اللي انا كنت موجود فيها. اكاديميك ما صراحه الحمد لله كنت متفوق من دي ديبار، معناها نجحت باكي بمونسيون تري بيان، باك مات اي. قريت في بريباراتوار، قريت من بعد في ايكول دانجينيور انفورماتيك. عامي في الفاك ان فيت كنت ننجح ديما من الاولانيين في الفاكولتي نتاعي، جيت في التروازيام اني اللي هو اخر عام في ليكول دانجينيور، وظهر لي ضربت 4 سنين مش خذي ديبلومي حاسي. والحكايه كلها سيتي اكوز دو جالاكتيك. غطست في الخدمه اللي معناها سي بون وصلت للبي اف او سي بون وكل شيء، سي بون الخدمه بدات تتحرك في جالاكتيك، واللي تركزت في الخدمه رجعت للفاك باش خذيت الدبلوم نتاعي. كان اول عام سنه كان اول عام سنة مالغري اللي انا من البرومو نتاع 2019. اوكي اي دونك كي شدت معناها جالاكتيك خاطر عملتها وانت مازلت ايتوديون. ووقتها الفكره جاتك وانت تلعب وقريت مقالات على الجو هذايا وبزنس كبير هاللي جو هذوما وقيم عليهم برشا ولي زابليكاسيون وشني تدخل منهم فلوس وغير ذلك، حبيت تعملها انت واصحابك. قالوا لك هيا 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 هيا، ومن بعد جبدوا بي. ماشي جبدوا بيك، كيفاش جبدوا بيك؟ علاش جبدوا بيك؟ انا ما ننساهاش على خاطر قعدت نستنى فيهم في لاغار في غار دو تونس. هما اصحابي تو يذكرهم بالخير، مازال اصحاب تو. نستنى فيهم على اساس باش ياخذوا التران ويجيو من صفاقس. هذا نحن كنا نقراو في بريبا صفاقس، تعرفنا على بعضنا في بريبا صفاقس. اون ايتي 4 وعدينا كونكور دانجينيور مع بعضنا، نجحنا الاربعه. قلت لهم الاولاد راهو سي بون، لقيت بايور دو فون، لقيت معايا ان انفستيسور، دونك سي بون نجمو ندخلوا في الحكايه هذه. الحق نتاع ربي واحد منهم جاء جوست تطيب الخاطر، معناها هو مش ناوي يدخل في البروجي، اما جوست تطيب الخاطر معتز. اما الاخرين زوز الحقيقه من غادي الغادي لا جاو لا ريتو ما جاوش. كي تجبدوا توا بيسكو مازالوا اصحابك الموضوع توا عندهم شويه ندم على انه ما كانش معاك. هو كي تحكي في سوجي اون كيكو سورت تحس، عرفت بالانجلي يقولوا اوكورد، عرفت نقعد نتفرج في بعضنا وساكتين. انت شفتوا رواحكم كان جيتوا تبعتوني. اما وي حسام، اذا وصلنا لبدايات 2016، مازلت تقرا، جيت باش تعمل جالاكتيك مع اصحابك، الاصحاب مشاوش ياسر معاك، حلمه مهبوله معناها، وجماعه ناس تحب تخدم وتحب ولا تكمل قرايتها وكذا. انطلقت مع ذلك وباش تكتشف سريعا انه لا، راهي الامور مش هكاك، مش انت شفت حاجه هكا وانتهى الموضوع وشفت ناس تربح في برشا فلوس قال شنو نعمل كيفهم، كيما نتصور انهم عملوا ونربح فلوس، عملت وما دخلتلكش فلوس. كيفاش باش تكتشف قلت اهميه السوق؟ كيف ستكتشف ما يريده
السوق اللي يسمع فيك حسام وهكا عنده فكرة وعنده كيفاش يعرف بين الفكرة اللي في مخه والسوق؟ كيفاش اكتشفتها الأهمية هذه؟ هو فما حاجة وقت اللي بدينا نخدمه وكي صار الشاك هذاك في بيعان المرة الأولانية، أي وقتها جاتنا فرصة أن وقتها مشينا الكونفرنس ريجيونال في الإمارات، قابلنا فيها كبارات متاع الاندوستري متاع الجو فيديو. فما كلمة لتو ما ننساهاش، قعدت مع واحد ملي ديريكتور خارج معناها فرستري ياسر متغشش على خاطر مانيش فاهم لتو شنو سبوزي نعمل باش نصلح المشكلة اللي صارت. قال لي فما، والكلمه هذه اللي تو مازلت نخدم بها انا للنهار اليوم، قال لي فما نوعين تاع ناس يعملوا فلوس في المارشي، الناس اللي يعرفوا شنو المارشي يحب، اي، والناس اللي حبوا المارشي في البرودوي بتاعهم. آه. ما فماش تخوازيام ما فماش تخوازيام جميله. اي قال لي اذا كان انت تنجم تعرف المارشي شنو يحب لحظه اللي البرودوي بتاعك يهبط، خاطر شفت اللي تعلمناه في الاندستري تاع الجيمينغ شنو نشوفوا فما توندونس. باش تحضر جوهز لنا 6 اشهر باش البروتوتيباج هذاك الكل يصير. كيف ما انت اليوم تشوف فيه مثلا في تيك توك ولا انستغرام ولا اي حاجه، فما ترند. ترند سابخون 2 سمان 3 سمان شهر ويتعدى. صحيح. المشكله اللي نحنا وقت اللي البرودوي نتاعنا يكون احضر ديجا تكون ترند، تكون الموضه تعديت وبرشا 200 واحد كيفنا نحنا شاف الحكايه هذيك وعمل برودوي سيميلير. اي دوكو في الجيمينغ تو دوا كري لا توندونس. انت هو اللي tu crées la tendance par la rééducation de marché vers le produit اللي انت قاعد تحضر فيه ليك منتو. هذاك علاش تلقى توا الشركات الكبار ولاو فما ان انفستيسمون حتى في دومين المولتي ميديا، فما افلام اللي هي تحضر الجونغ معينه ومن بعد شورتس يهبطوا سور لي بلاتفورم اي ابري يخرج لو برودوي اللي هما ريالمون يقصدوا انهم يدخلوا منه فلوس. دونك ديزون في وسط هذاك الكل تعلمت اني نكون plus pragmatique en quelque sorte. نعرف شنو المارشي وين ماشي شنو هي اللي فهم نفهم اللي فهم انتراكسيون تاع المارشي اللي انا نخدم فيه avec d'autres marchés كيما الفينانس كيما ستوك اكسشينج كيما دومين دانفستيسمون كيما سياسات الدول والحكومات اللي انا عندي دي مارشي فيه. فشنو قررت تعمل؟ باهي عرفتها توضي فهمتها. شو قررت تعمل الجالكتيك وقتها؟ قلت انا بيني وبين روحي علاش نصرف في برشا فلوس، وممكن نقول برشا فلوس معناها مئات الملايين، وانا نصنع في جو باش في الاخر من بعد المارشي يقبلها يا ما يقبلهاش. علاش ما ناخذش لي جو اللي هما ديجا موجودين في المارشي وعندهم سكسي ونبدا نديفلوبي في دي سيرفيس كي اون كيلكو سورت اميليور ليكسبيريونس نتاع الجو هذيك. اش معناها؟ معناها الدومين نتاع مثلا لي سبور الكترونيك ولا سبيسيفيكمون لي سبور الكترونيك كانت حاجه مازالت جديده برشا. فكره انك انت تصنع مسابقات للي جو اللي لعبت ديجا تحب وتعطي لا بوسيبيليتي دورغانيزي ولعبت نجم تبارتيسيبي في ان اسباس هكاك، سيتي اول ايتاب مكنتنا ان نجيبوا اول كليون لينا نحن في الوقت هذاك. جديده وقتها الفكره عملتوها انتوما اول ما نعملها، سيتي نحن بارمي لي بروميير من الاوائل. هما من الحاجه اللي ضحك اللي الشركه اللي سبقتنا في الشيء هذا هي جي بي ار ان. اه داكور، هي اول واحده. داكور، اوكي اوكي، يعني بعد هي مشيت شركه اللي بعدها. داكور. وثاني حاجة، الحاجة اللي أنا تعلمتها وكنت الحقيقة من الكيب اللي خدمت معايا كانوا ياسر طيارة فيها، سي لا مونيتيزاسيون، سي كيفاش تخرج فلوس من ديز اكسبيريونس كيما هكا، سي كرياسيون دو بيزنس موديل اللي هما ريالمون افيكاس وينجموا يخليوا البيزنس اون كيكو سورت سستينبل، ديما فما فلوس قاعده تدخل. يعني من هاني نصنع انا في اللعب ونقعد نجري ورا التوندونس ولا يلزمني فكره جهنميه هكا ومبدعه نتاع حاجه قويه باش يجوني عليها العباد، الى فكره علاش ما نشيش انا اللعبه ماشيه برشا ونعمل تورنوا بين الجوارات نتاعها. شنو مثلا تذكرش اللعب الاولى اللي بديتوا بها التورنوا الاولاني؟ انا نتفكر كان عندنا ايفينمون وقت اللي عملت انا وياك، وقت اللي عملت انا وياك الانترفيو الاخراني وقتها في 2020 جوست ابري لانسينا اكبر تورنوا اوفيسيال وقتها نتاع فري فاير في تونس. كان عندنا بلان باش نلمو 1500 جوار كهو. لمينا 7000 في اول نهار. سيتي اول نهار للاكتيفيتي. سيتي اون لين سيتي اون لين سيتي اون لين 7000 داكور اون لين داكور. بعد لقينا لي الحاجه هذه عندها رواج كبير برشا. كملنا الاكسبيريونس نتاعنا مع غارينا في الوقت هذاك، وصلنا لمينا دي تورنوا فيهم 24000 جوار معناها. هذاك اللي وصلنا
اللي راهو هذا this is the future. هذا وين يزمنا ركس ولات ان كلك سورت الديفلوبمون تاعنا ماشي اوريزونتال. كيفاش نجمو نوسعوا في طرق لا كرياسيون دو سيرفيس اوتور دو سيت de cette idée, باش نجم نحسن الاكسبيريونس دي جوور اي دو كري ان بيزنس اللي هو اي بي. سامحني على السؤال تاع واحد ما عنده حتى علاقه بالدومين ما يفهموش برشا, وكيفاش دخل انت فلوس من انك باش انا باش نعمل تورنوا باش نجيب فيه 3000 يلعبوا على الانترنت في فري فاير, كيفاش نربح انا فلوس؟ اللي عملناه في الوقت هذاك سي ان نحن ديفلوبينا بلاتفورم تاعنا نحن. اول بلاتفورم لانسيناها وقتها سيتي او ام جي, سيتي او ماي جيم. كي لانسينا او ام جي ليدي وقتها سيتي هات نعملوا بلاتفورم بالسوسكريبسيون بالابونمون بالاشتراك داكور اي انه الناس تدخل تدفع ابونمون 500 مليم بار جو يلقاو دي تورنوا على كيف كيفك. هذا تورنوا تربح فيه مليون, هذا تورنوا تربح فيه 5000, وهذا سي الفالي ريدوكي المارشي خاطر لعبت في الاول اول ما شافوها يسخايلوها سي اتس جامبلينغ معناها كانوا برومو سبور مي ريالمون لي سو سون دي تورنوا كيف ما تلعب في ماتش فوت ولا كيف ما تلعب في ماتش شون. و الحقيقه سا اكسبلوزي معناها شهر الاولاني نتاعنا في تونس وصلنا ل برسك 18000 ابونمون ومن الوقت هذاك الحقيقه ما اي مهم ياسر باش نقول ماهوش سيت دو باري اون ليني تدخل تحط لي هذه جوست تدخل تحلك الباب باش تدخل تلعب في دي تورنوا انت اللي باش قاعد تلعب في لي تورنوا هذوما. دونك هذه التحول الكبير الاولاني اللي عملتوه بارابور لفكرتك الاولى نتاع جالاكتيك. ثم بعد ذلك شنو اللي باش تكون ابرز المحطات الاخرى في حياه جالاكتيك؟ المحطه الثانيه ستي كيفاش نخرجوا من تونس للبي الاخرين خاطر فالي انه نستغل اكلابس دو طون صغير اللي عندي قبل ما يجي حد اخر عنده اكثر مني برشا فلوس عنده اكثر مني برشا savoir faire باش يجي ويل مو رومبلاس سور لو مارشي. دونك لافونتاج الوحيد اللي كان عندي في الوقت هذاك سي لا رابيديتي. دونك انا حبيت نستغله في الوقت هذاك لقينا اون مانيير باش نكسروا بها السيكل الطبيعي نتاع انك كيفاش تكبر المارشي نتاعك خاطر سا برون دي موا اي دي موا بور فير سا. دونك ليدي اللي جاتنا في الوقت هذاك ان نتعاقدوا مع شركات مشغلي الاتصالات. وي داكور مشغلي الاتصالات الفكره ان نمشيو للجروب نتاع مشغلي الاتصالات موجود في 7 8 10 دول 12 دوله ونعطيو عرض داكور دو جروبمون معناها نجيك انا نقول لك نلانسي البرودوي نتاعك سور 12 بي في الدول اللي انت فيهم ونعطيك اي افونتاج انت تحب العام الكونترال ولاني العام الاولاني كيف ما تحب انت ما عنديش حتى لا ريستريكسيون تحب اكسكلوزيفيتي نعطيك اكسكلوزيفيتي ليسونسييل اون لونس في اقل وقت ممكن. وهذا اللي صار تعاقدنا مع جروب اورانج تعاقدنا مع اتصالات اليوم اي ان تعاقدنا مع دي جروب كبار في الريجون اللي وصلنا ان تعاملنا مع 26 مشغل اتصالات ولا انت تتعاقد مع الشركه الام والعقد يقول انك باش تكون موجود في كل الدول اللي موجوده فيها ما تقعدش معناها مع كل دوله تعمل في كونترات وجديد مع كل دوله وهذه فكره ذكيه ساعات ما تجيش على بال. ويصير هذا النوع من التعاقد حسام ساعات يقول لك ما يكون البلاد واستراتيجيتها ولو هما فرد شركه ام وكل بلاد وعندها الشركه الاستراتيجيه نتاعها ولكن مع ذلك انت اقنعتهم بالتعاقد. الفضل في هذا يرجع للكيب نتاعنا فات الكيب اللي عندنا كانوا عندهم فليكسيبيليتي انورم في انهم كل بلاد يعملوا لها لي شانجمون نيسيسير باش بالله نلانسي كي تدرشنا تطلب مني باش نعمل كونفي اش اسمه شانجمون نعمل لك اي شانجمون تحبوا علاش خاطر فهمنا اللي نحن في الوقت هذاك كنا صغار دونك ما نجموش كي نقفوا قدام جروب كبير باش نيغوسيو فاهمين شنو هو لي زافونتاج شنو هو لي انكونفينيون اللي موجودين عندنا. اون ايتي تري رابيد بارابور للونتيتي الكبيره هذيك دونك كان لازم نستغلوا الفلكسيبيليتي والاجيليتي نتاعنا في الحاجه. وكان عنده كتالوج وصل ل 3000 لعبه هذا في 2020 يظهر لي وحتى من بعد باش تزيد باكثر اللي باش يقوموا به اللعب هذه وفي لي تورنوا اللي باش يعملوهم وصلوا لاكثر من قديش دوله عربيه حسام نحكي واكثر من براتيكمون تنجم تنحي قداش ثلاثه دول تنجم تقول 19 دولة عربيه باش يوصلوا لهم بهذا الاسلوب. كبروا بداوا يكبروا ويجلبوا في الانظار ومنهم ربما منافسهم الرئيسي اللي موجود شركه مصريه كبرى جي بي ارينا هذه اللي بعد ذلك ستتولى شراء
جالاكتيك بقيمة 15 مليون دولار. حسام من جديد مرحبا بك. وصلنا إلى هذا الحجم، تعاملتوا مع دول عربية، حليتوا مرشيات، شركة كبرت ولد شركة رابحة، وقديش وصلتوا عدد اللي يخدموا في وصلنا جالكتيك؟ وصلنا عن سرطة مومو الحقيقة ونتي تخيز افيكاس، معنا الكيب متاعنا وصلت برسك 50 شخص. داكو تسمى غيدويت لأنه هو بالنسبة للاندوستري متاعنا هذاك هو 50 شخص باي. وصلنا إلى 50 شخص دونك، وتوا جينا إلى المرحلة اللي بعدها. نعرفوا في عالم الستارتاب ربما الناس اللي ما يعرفوش أنه في شركات الستارتاب كيوصلوا لحجم معين جيهم ويكونوا شركات عندهم مستقبل، عادة جيهم عروض مغرية. كيفاش بتصير قصة الـ هذا المقترح اللي بشي يجيك حسام على أنك تبيع جالاكتيك؟ الحكاية بدأت بعرض قبل هذا أي؟ جاء من عند منافس واحد آخر اللي هي شركة أمريكية سعودية اللي أعطتنا أوفر في الوقت ذاك، اللي هو في الأصل رأوا أكبر من الأوفر اللي جانا من عند جي بي أرينا. في الوقت هذاك صار اختلاف كبير برشا في وجهات النظر على خدمتنا في الشرق الأوسط. لا هو كانت الفكرة أن نحن باش نكتفي بالعمل كان في شمال أفريقيا، وأنا نتخليه على الخدمة متاعنا الكل لصالح الشركة السعودية اللي هي وصلنا في الأخر أننا ما اتفقناش. وإذا كان معناها أي حد عنده فكرة في دومين الستارتاب، من أكثر الحاجات الخايبة اللي ممكن تصير للفونداتور أنه يوصل الأفخ بالكبر هذاك وبالحجم هذاك وفي الأخر سيبون قريبة صح، مازال أقل من جمعة صح وسبب ما تفهمناش ونفبا يلي اللي صار في الوقت هذا. مشينا لإيفنمون في السعودية اسمه Next World Forum. Next World Forum هو أكبر فوروم متاع جيمينج في العالم دول. اللي جاي فيه الكبارات متاع الاندوستري، اللي بي دي جي متاع شركات متاع الجيمينج، اللي هو تحت اشراف البي اي اف اللي هو صندوق الاستثمار السعودي اللي هو من أكبر صندوق الاستثمار في العالم. بالضبط الايفنمون هذاك هو ايفنمون اللي قابلنا فيه لي دو فونداتور نتاع جي بي ار. وباش نحكي حكايه الضحك جوست قبلها، نحن كي اول ما بدينا نخدموا في نفس الدول اللي تخدم فيها جي بي ار، عندنا اون مونتاليتي ياسر اغريسيف اللي نسيبوا المارشي في حد ذاته ونشدوا الكومبيتيتور نتاعنا نعيفوا في روحه لين يهز روحه يخش يفصح. دونك ديجا انا كي وصلت نلقاهم يعرفوني ويستناو فيا في الوقت هذاك. دونك نحن خاطر صارت ما بيناتنا انتراكسيون في ظهر لي 3 ولا 4 مارشي اللي نحن كنا فيهم نقزوا على المارشي هذاك. On était très agressif. On a deux opérateurs télécoms, fournisseurs d'accès internet, deux partenaires, on lance des offres. Les hommes managements, ils attirent mal chater. Quand même, nous n'avons pas de coup par rapport au Jabarin ou les travaux qu'ils font avec. Et quand on échange le Samir, le CEO, il dit ah j'ai été. De من زمان واحنا نستنيك. مستنيك. الحقيقة سيتي تري سمباتيك. ثلاثة أيام لولانين عديناهم أون إيتي كارت سور تابل من أول ساعة بدينا نحكيو فيها، معناها بدينا نحكيو بصراحة اللي نحنا رانا ناويين نحكيو مرجر في الوقت هذاك اللي هو انصهار زوج شركات. الهدف في الفكرة هذيك اللي نحنا أون إيتي تري أكتيف في الأفريك دو نور وهما إيزيتي تري أكتيف في مصر وإيزيتي تري أكتيف في الخليج. وجي بي أرينا في حد ذاتها اسم في الدومين نتاع الإي سبورتس، خاطر براتيكمون هي الشركة الوحيدة العربية اللي عندها الثقة متاع شركة الانتاج متاع الألعاب العالمية تريبل اي. معناها جي بي أرينا هي اللي صارت على البلاتفورم متاعها 9 من أكبر 10 بطولات رسمية لشركات الكبار كيما اكتيفيجن وكيما بليزار اتسيتيرا. دونك فوالا دينا ومن الانصهار ومن الانصهار الى الاستحواذ التفويت الاستحواذ اي الفكره بدات بحكايه الانصهار كيفاش التقسيم نتاع لي زيكيب وكل شيء لين وصلنا ليدي نتاع بصراحه لازم يقعد اسم جي بي ارينا على خاطر الاسم هذاك عاطي برشا ثقه للي جوه وعاطي برشا ثقه للستيك هولدرز نسميهم نحن اللي هما لي بيزنس اللي نتعاملوا معاهم. ومشيت هكاك الحقيقه سيتي رابيد، معناها راهو نحكي لك
بدينا النيغوسياسيون في اوت كملت النيغوسياسيون في ديسمبر الاكور ايتي كونكلو في اخر ديسمبر صار اللقاء ما بينات لي زيكيب وتقسيم نتاع لي رول وكل شيء جانا في الوقت هذاك لانونس نتاع صار نتاع انستا ديب دونك اجلنا بجمع خاطر قلنا كومي ما نحبوش ما يسمع بينا حد معناها تعديو شكيكة نحنا ايوه دونك وما يعطيهم الصحة حتى معناها ما لقاو كان الوقت هذاك بالبيت باش يهبطوا فيه وقلنا لهم نحن بربي يوم انتم 600 مليون دولار انا باش نجي فيكم مي الحقيقة كي صار الانونسمنت كان عندها بوز انورم اي باش يمجين اي سيتي اوسي نتصور زاد في علاقة بيك حسام معناتها 27 سنة 26 سنة تقريبا وقت اللي صححت هذا العقد يعني في الوقت اللي ناس ما زالت تتفركس في الثنية متاحة في 26 سنة أنت نقول بلغة الأمريكان كما يقولوا ما نتنش تاخر رتريت متاعك معناها سيئ يزي بالخدمة تنش تمشي تتلاقي تعمل حاجات أخرى وكان هذا الوفاق 50 مليار توانسة 50 مليون دولار سأل حسام باش واحد يتخلى على بيبي متاعو هكا بالطريقة بين ظفرين يعني نعرف اللي في قواعد لستارت أبر وباعثين مشاريع كلك عمرك ما تعامل شركة على أساس أنها ما تعملش بهذه العواطف والأحاسيس تاع بيبي ودرشنية واحد أما مسهل أنه اللي خدمت عليها هذه أنك تبيعها ولا ليه هذيك كان الهدف متاعك من الأول أنك توصل حجم معين مش نجم تبيعها وتتعدى ربما لمشاريع أخرى هي الحقيقة الفكرة كلها في أنه يزم واحد يفهم اللي استغتاب وقت اللي توصل لمرحلة معينة ما عادش مرتبطة بشخص اللي أسسها بقدر ما مرتبطة بالناس اللي فيها جميع يعني المستثمرين والليزمبلوي والشركات اللي تعامل معهم الكليونات دونك أنا كحسام كنك عليا كنت نجم نقعد نخدم فيها 20-25 سنة خاطر سيمون بيبي حتى كان يقول لك ما تغزر لهاش الغزرة هذيك مي راك باش تغزر لها الغزرة هذيك مهما كان مي فينالمون كي تشوف أنه مصلحة الجميع إي كومبري مصلحة الشركة باش تكبر في أنها تصير في الاستحواذ هذيك خاطر اللي صار مش استحواذ وضعنا نحن في وسط كانت فما طريقة أنه كيفاش الشركتين يتعاملوا مع بعضهم باش يكونوا واحد مع واحد يساوي خمسة كيفاش مش استحوذنا نفسخوكم انتوما وناخذوا احنا كل شيء دونك الحقيقة كانت صعيبة وقت اللي سي بون وصلنا للكونكلوجن اللي الاسم ما عادش يكون موجود تصدق للنهار اليوم معناها ساعات في الاكيبا يقولوا كلمة جالاكتيك عرفت من ما زلت واخذة معنا شوية وقت مي الحقيقة انا بالنسبة لي هذيك كانت احسن ديسيزيون انا شغل بلون بيرسونيل خذيتها على خاطر الناس اللي انا نتعامل معهم اليوم لكيب في جي بي من احسن الناس اللي تعاملت معهم منين ايها الشاب اللي عمره 27 سنة جبت هالماتوريتي هذه احنا استوى معناها واحد عمره 30 سنة ساعات ما باش يشري تلفزة ولا تليفون باش يقرر يشري زعما هذايا ولا هذايا غالي شوية تلفزة هذايا غالي على يضرب شوية منين جبت هالماتوريتي هذا النضج باش تعمل عقد ضخم حسام معناها باش تتاكد انه ما عداوهاش عليك باش تتاكد انك حسبتها مليح باش تتاكد انك من اين اتيت بهذا النضج احنا اول كونترا انا صححته في جالاكتيك انت تقول لي على حكايه ما عداوهاش عليا خاطر تو سامبلومون عداوها عليا في اول كونترا انا صححته في حياتي اللي هو كان ب 400,000 ايوه دونك ما تنجمش تعمل اكسبيريونس شفت مهما كانوا لي نوسيون تيوريك اللي في راسك ايا كانت شنو الحاجات المجرده اللي انت تعلمتهم في الاكاديمي ولا قريتهم الكتب اذا كان ما عشتش الاكسبيريونس راهو باش يكون فما ثنيه انت باش تعمل فيها غلطه كبيره دونك اللي نحنا اللي ربحنا برشا وقت اللي غلطناهم الغلطات هذوكم كل طولون دي 7 ans ولا ديسيزيون اللي نحنا تعاملنا فيهم انا بيرسونيلمون خذيت دي اوفر اللي كانوا ياسر محلاهم اي سيت افيري كو سيتي اون ديسيزيون كاتاستروفيك و جي دو تروفي دي سوليوشن في الوسط كيف كيف فما قرارات كنت مانيش راضي عليهم يا اخي طلعوا قرارات ياسر باهين دونك فينالمون كي وصلنا للحاجه هذه وليت نفهم اللي دو ان جو دو ديليغي دونك انا كنت
ديزون حاجة من الحاجات اللي أنا فرحان بها اللي كنت مؤمن جدا بالاختصاص. دونك عنا في ستارتاب صغيرة ديبارتمون جوريديك، دونك عنا compliance و governance وكل شيء. فهذا اللي مكننا أو موا دو نيغوسيي تري بيان. دو مرة أخرى نقول لك راهو ليكيب نتاع جي بي أرينا كانت أكثر حاجة اللي نحن حبيناها فيهم، اللي هما ناس ياسر كيش يقولوها ما همش داخلين بمونتاليتي نتاع يحبوا يفسخون، ومش هذاك جوست ديزون منظر معناها قدامنا نحن من بعد يفون شونجي. هي في البوليتيك دو لونتربريز من الاول ما سيناه، وهذاك اللي كان موجود اكسلون اليوم حسام، وربما هو الدليل هذا انك انت اليوم مدير عام في هذا الفريق، في هذه الشركه الكبرى. انت مدير عام في جي بي ارينا، ديريكتور جنرال يظهر لي لاهي بالبحث والتطوير. اليوم حسام معيزة بعد هذه التجربة الأولى الشركة اللي عملها وهو موجود في هذا الفريق اليوم في جي بي أرينا، ولكن شو يحب يعمل اليوم حسام؟ شو تحديه الجاي؟ هو توا ليكيب اللي الحاجة اللي أنا فرحان بها، اللي ما زلت نخدم مع نفس ليكيب متاعي اللي بديت معها ديل ديبار، هذه أكثر حاجة اللي أنا فرحان بها. معناها توا الإكسبرينس اللي قاعدين نعملو فيها توا سيتون إكسبرينس اللي مرة أخرى قاعدين نطورو في دومين الألعاب، اللي هي حاجة مفرحتنا برشا. أنا الحقيقة بريسك وصلت لآخر دوميني في الجيمينج مع جي بي أرينا، خاطر جو ديسيد ان كلكو سورت دو شانجي دو دومين. خاطر كهو بالنسبه لي انا معناها تعلمت الحاجات اللي حبيت نتعلمهم من دومين تو في الجيمينج، في دومين الجيمينج. دونك بلوز او موا بشوي باش نمشي في ديزورينتاسيون اخرين. مي الحقيقة جوسكا ماتنون كانت اكسبيريونس فورميدابل، خدمت مع ناس رائعين من اول ازمبلوي اللي خدموا معايا من 2016 حتى كش اليوم الناسي هذا. حظيت باحسن اكيب كنت نجم نحظى بها من اول نهار، حتى ليزيكيب اللي عندنا في الامارات في مصر، ليزمبلوي متاعنا اللي في بلايص اخرين في العالم اللي يخدموا معنا ريموتلي. معناها سيتي اون اكسبيريونس فريمون اكسلون. حسام الحوار معك ممتع كالعادة، ها، ولكن جاء وقت الكلمات الثلاث اللي تطوروا من وقت المره الاخرى ما باش حاجات صارت. دونك عطينا السيدة نور الكلمات الثلاث نتاعنا بالنسبه للجمعه هذه، كلمه كالعادة وتقول لي شنو رايك فيها. الكلمة الأولى مزيد كي سمعتها من عندك توا في بداية الحوار حسام، شو يعني لك التغيير؟ سنة الحياة، ما فما حتى حاجة تقعد على حال. وأنا أكثر حد تعلمت الحاجة هذه على خاطر تعلمت أنه كان ما تغيرش وما تطورش، وكان ما تطورش تموت. فمن أكثر الحاجات اللي نكرهها هي الجمود وأنك تقعد في بلاستيك. فأنا من أكثر الناس اللي اليوم نمن أن التغيير لازم، ولازم تخافش من التغيير. كنت تخاف، ما عادش تخاف من التغيير. شنو يعني لك لي جو فيديو؟ حياتي كارييري، من غيرهم نقعد بطل هم سبب الغرام اللي وصلني وين انا كي نبدا ساعات مع ليكيب تبدا عنا كلمة، نقول لهم كلمه بالانجليزي، نقول لهم ما من اكسيدنتال انتربرونور، نقول لهم انا راني باعث بالصدفه دونك ماكش من الناس اللي ما يشجعوش الاولياء انه صغارهم ما يلعبوش. لا انا من اكثر الناس اللي نشوف انه النظره نتاع الاولياء للي جوتي غلطه برشا، لخاطر جايه من دي كيفاش نقولوا نحن، من افكار مسبقة. اللي هي مسبقه، اللي هي ماهيش مبنيه على حقائق وعلى معطيات علميه. جو فيديو من احسن الحاجات اللي موجوده في الدنيا، وراو الناس زي ما تتفكر اللي فما ديكور وفما مؤسسات تسهر على انه لي جو اللي يوصلوا لصغاركم راهم يكونوا تري بيان كونترولي. دونك لازمكم تكونوا عارفين اللي لي جو ما يوصلوا للبيسيات ولا للي كونسول كان ما يكونوا بيان شوازي، حتى ولو فيهم وعليهم، ولكن فما مجهود على الاقل تقني كبير ياسر موجود عند هذه الشركات. واخيرا ما نجمش ما نسهلكش، شنو يعني لك المليار؟ شنو تعني لك شنو تعني لك الفلوس حسام؟ الكلمه الاخيره
والله حتى هنا مشكلتي، مشكلتي في حياتي اللي الفلوس ما تعني لي حتى شيء. اللي راو شوف الفلوس هي الحاجة اللي اخترناها نحن كبشر بيناتنا باش نجمو نتاجرو مع بعضنا ونجمو نخلصو ونجمو نشريو. أما الفلوس تفقد قيمتها قدام معطيات كيما لي برانسيب، كيما كيما الحاجات اللي انت عندك بيهم شغف، وتنجم تضحي بالفلوس لو كان على خاطر راحت بالك ولا خاطر حاجة انت تحبها. فالفلوس حاجة ياسر محلاها وحاجة نجريو عليها، ونحن خدمتنا باش ندخلوا فلوس. مي وقت اللي تكون الفلوس هي الغاية ما عادش الوسيلة، تولي بالحق مشكلة كبيرة. شكرا جزيلا حسام معيزة، 27 سنة هذا الشاب، مؤسس جالكتيك. الحدث الأبرز أنه كان ضمن 30 أصغر من 30 لمجلة فوربس الأمريكية، ومن الأسباب أنه تمكن من بيع الشركة لأسسها ب 15 مليون دولار. على أمل لقائك في مشاريع أخرى حسام. شكرا جزيلا سيدي على حضورك معنا في انجح في حياتك. انجح في حياتك.